يمكن أن يتفاعل بقسوة مع كينات بعد رؤية الأخبار. كينات عازمة على جعل جان يسامح نفسه، لكن هذا ليس سهلاً كما يعتقد. تضطر كينات إلى اتخاذ قرار مفاجئ في ظل الوضع السيء الذي تعيشه عائلتها. سليم يترك الشركة بعد انتهاء المناقصة، والأمر متروك لشيبينيم لإعادته إلى منصبه. ومع ذلك، فإن كل جهود شيبينيم تأتي بنتائج عكسية. يدعي سليم أنه سعيد بالحياة التي يعيشها. تطلب منه شيبينيم إقناعها بذلك. يبالغ أوزغور بشكل كبير في متعة الوقوع في حب ألميلا. تتعطل استعدادات أوزغور الرومانسية بسبب ضيوف مفاجئين. التقارب بين جان وكينات يزعج إيجي. يحذر كينات من الثقة في جان. كينات التي تلاحق جان تجده مع صديق قديم. يواصل سليم إلقاء اللوم على شيبينيم بعد الفضيحة، لكنه سرعان ما يدرك خطأه. شيبينيم لا تسامح سليم، لكنها لا تفوت فرصة الكشف عن خداعه ليا. يؤثر تغيير اسم أوزغور على ألميلا بشكل كبير، لكن يجب عليه أولاً أن يتأكد من مشاعره. الأمر متروك لأندر لمواجهة ألميلا بمشاعرها الحقيقية. والد كينات يشاهد فيديو جان وهو يعلن حبه لابنته. يلاحق كان إنه يسبن الكون حرفياً في المنزل. من ناحية أخرى، كان مصمماً على عدم ترك كينات بمفردها. سليم لا يتخلى عن شيبينيم رغم رد فعلها عليه. يأخذ شيبينيم كمساعد له. عندما علمت ألميلا أن أوزغور وأوندير عقدا صفقة لها، قررت إخراجهما تماماً من حياتها. تشعر ألميلا بالإثارة عندما تلتقي بعاكف تتليج الجديد. يتكاتف الشباب عندما يسمعون أن موفيت قد أغلق قفصه. وجدوا مقهاً جديداً، ومع ذلك لم يتمكنوا من العثور على الرد الذي توقعه من موفيت. التقارب المفاجئ في العرائس الهاربات. والد كينات يصاب بالجنون عندما يرى ما يراه. شيبينيم يأتي لمساعدة جان وكينات. الكذبة التي ترويها شيبينيم تتسبب في تقارب غير متوقع بينها وبين جان. يتعين على شيبينيم وسليم الذهاب في رحلة عمل معاً. تشعر شيبينيم بالألم عند رؤية هوليا وسليم جنباً إلى جنبي. عندما يرى أن ألميلا تفضل أوندر، يصاب أوزغور بالاكتئاب. لا تستطيع ألميلا أن تفهم ابتعاد أوزغور عنها. هل ستغفر الفتيات لشيبينيم؟ التقارب مع سليم يساعد شيبينيم على اتخاذ قرار مفاجئ. تدفع شيبينيم ثمناً باهظاً للعبة التي لعبتها، وفجأة ترك وحده. مع عدم وجود مكان تذهب إليه، تجد شيبينيم نفسها على متن قارب سليم. ومع ذلك، فإن القارب لديه أيضاً ضيوف آخرون. تقرر شيبينيم أن تطلب المغفرة من كل من كسرت قلبها. يمكن أن يغضب جداً لأن أيدي لا يتبع كيناتي. يتفاعل بقسوة مع بحر إيجا. الكون يشهد القتال بين الاثنين. جهود أوندر وأوزغور لجعل الناس يحبونهما تزعج ألميلا. يتخذ الثنائي قراراً صعباً من أجل سعادة ألميلا. ضيوف غير متوقعين يطرقون باب الفتيات. شيبينيم تفقد ذاكرتها. هل ستتمكن الفتيات من منع زفاف شيبينيم؟ يستغل أردا فقدان ذاكرة شيبينيم. يقترح عليها الزواج. تقبل شيبينيم عرض زواج أردا. هذا الوضع يحشد الميلا وكينات. ورغم كل الجهود التي يبذلها الثنائي، إلا أنه من غير الممكن أن يمنع حفل الزفاف. تحاول كينات ترتيب الرسوم الدراسية لأخيها. اسم غير متوقع يأتي لمساعدة كينات، ويدخل أوزغور وأوندير في صراع لا هوادة فيه لجذب انتباه ألميلا. ومع ذلك، فإن ما يفعلونه يجعل ألميلا غاضباً وليس سعيداً. هل سيتمكن أوزغور من المنافسة على ألميلا؟ الأحداث تجعل أردا وسليم وجهاً لوجه مرة أخرى من أجل شيبينيم. عندما يخيف حادث سليم وشيبينيم الجميع، يبدأ كل من يراقبهما بمواجهتهما. الأمر متروك لموفيت لدعم سنيحة المذهولة. الحياة في مودا بدون شيبينيم لن تكون هي نفسها بالنسبة لأي شخص.
إذا لم يكن كل هذا كافياً، فلا تتردد نرمين في القيام بحركاتها واحدة تلو الأخرى لمحاصرة كينات مع إيجي. غيوم داكنة فوق العرائس الهاربة. في الحلقة الجديدة من مسلسل العرائس الهاربة المليئة بالتطورات المفاجئة، لا يستطيع كينات إقناع جان بالتخلي عن قراره بالذهاب. ما سمعته من فم نرمين حيث ذهبت إيجي لتطلب رواية ما حدث لها، أصاب كينات بجروح عميقة ودفعها إلى التحرك للذهاب إلى منزلها. يأتي أردا مع الهدايا كما طلبت سيبنيم، ويطلب سيبنيم رسمياً من سينيا، لكنه لا يستطيع تجنب الندم على طلب ما يريد. عندما تقوم كينات المهووسة بمسألة المنزل بتأجير منزل دون استشارة شيبنيم بمساعدة الميلا، ينفجر كل الجحيم وتتساقط السحب الداكنة على صداقة العرائس الهاربات لأول مرة. ومن أجل رفع معنويات شيبنيم السيئة، يعرض سليم على الفتاة هدنة لليلة واحدة، لكن نهاية الليلة ستنتهي بشكل لم يتوقعه أحد. في الحلقة الجديدة والمثيرة من رانوي برايدز وزغور، الذي يسعى لاستعادة الميلا الذي على علاقة جيدة جداً مع أوندر، يبذل قصارى جهده، لكن مفاجأته الأخيرة لن تأتي كما توقع. من ناحية، تواصل شيبنيم وضع أردا تحت جميع أنواع الصعوبات، ومن ناحية أخرى، يتعين عليها مواجهة سخرية سليم الذي تدرك أنه ابن رئيسها. عندما تجد إيجي التي قررت نرمين عدم التخلي عنها نفسها في موقف صعب، تتطوع كينات لمساعدتها. حتى لو حصل على مساعدة إيزافيت، فلن يتمكن من الهروب من سنيحة هانم. هذه هي القشة الأخيرة لكانا. يبدأ الأمر بدخول شيبنيم حياتها العملية بناء على عرض والدها. يتحول الغبار إلى دخان عندما يعود أزهور وجان وسليم وهم في حالة معنوية منخفضة إلى المنزل بذكرى غير متوقعة من الليلة التي خرجوا فيها للاسترخاء. يبدو من الصعب على شيبنيم والميلا وكينات أن يغفروا ذلك. في هذه الأثناء، بينما يحاول إيجي التغيير، يطلب المساعدة من كينات. يسعى جان إلى تقديم أكبر خدمة ممكنة لكينات. يقرر سليم وشبنيم إعادة الرهان على رهانهما. الميلا التي تسعى وراء العلامات الجديدة تجد نفسها بين العلامات الجديدة والقديمة. هل ستنجح خطط الميلا وكينات وشيبنيم؟ في محاولة لاستعادة ثقة الميلا المكسورة، يطلب أزغور المساعدة من كل من حوله بدعم من جان، لكن وظيفة